إيجابي، في واحد الشفافية، في واحد التآخي جميع أعضاء المجلس، وكان تواصلوا مع أعضاء المجلس الجهة، يعني اللي كنشتغلوا به كلشي كيعرف شنو كنشتغلوا به، يعني كاين واحد الجو اللي كنشتغلوا به يعني جماعي، ما حتى واحد ما كينفرد بشي حاجة. الجهة ما فارغاش، كاين واحد الطريقة ديال الاشتغال ما بين النواب ديال الرئيس والنواب ديالو، أن كل أسبوع كيكون واحد النائب حاضر، يعني الجهة ما كتخواش، زائد الحضور ديال الرئيس في كل أسبوع، يعني الجهة في أي وقيتة اللي جا عندنا الجهة ما كيقولوش لا ما كاينش رئيس ولا ما كاينش نائب، يعني بالنسبة هذا العلاقي غير ما هو قضيبي. بالنسبة للاستراتيجية ديال اللي غادي نشتغلوا عليها، أول حاجة إذا خدنا الأقاليم، تسمية ديال الأقاليم كما قالوا الإخوان، كاين واحد التفاوت، وعلاش هادشي اللي جات الجهة باش يكون واحد باش نخلقوا واحد التوازن، ونحاولوا نتداركوا هذاك هذوك الجهات اللي متأخرين، يعني نحاولوا نلتحق بالركب ديال الجهة، لأن اليوم هو المشكل ماشي غير جهة جهوي، المشكل هو كاين تنافس مع الجهات، مع جميع الجهات، يعني في نفس الوقت خصك تخلق توازن، وفي نفس الوقت خصك تكون عندك قادرة اللي تقدر تجر الجهة وتبقى تنافس مع الأقل الأخرى، لأن لا سالوا باش دازوا من الأقل الأخرى راه صعيب باش نحكوا عليها، يعني هذا غادي يكون واحد المهمة صعبة، ولكن حنا كنسطروها كيفاش كنشتغلوا، يعني باش نكونوا في المنافسة مع الجهات كناخذوا النظور كقاطرة اقتصادية، النظور كلية قاطرة نظرا للموقع ديالها على حوكمة المتوسط، ويكون يعني الصورة الجيدة اللي كتمثلها للجهة الشرقية، والمشاريع الكبرى اللي غادي ستنجز منها الميناء المتوسط ديال الأخ السويلي قبل نهاية ذو الجبل، راه حنا راسلنا الوزير وجدوا عندنا مع تاع الأعضاء ديال المكتب ديال لاجونس تاع التكلفة بإنجاز المشروع، قبل نهاية رأس السنة غادي تكون الشركة معروفة اللي غادي تنجز المشروع. مدينة وجدة تبقى دائما العاصمة الإدارية ديال الجهة الشرقية، هذا القانون اللي خولناها، ولكن نحاولوا نغنيوها بالملتقيات بالمعارض، تكون عاصمة ديال السيرفيس، يعني هذا هو الدور ديال مدينة وجدة. مدينة بركان هي عاصمة فلاحية، يعني ماشي من اليوم، ولكن نحاولوا نشجعوا الصناعة الفلاحية، الصناعة الغذائية اللي يعني مع الأسف وخا دار لاغروبور يعني ما تعطاش هذاك الشيء اللي كان منتظر، يعني نحاولوا باش نشوفوا الإخوان الناس تاع بركان ونجيبوا المستثمرين الأجانب لتطوير هذه الصناعة الفلاحية اللي اليوم باش نخش عولو كيما على هذاك الفراك، يعني غير المنتوج كتصدرو كيما راه هذا شوية خلى الجهة ما كت الجهة ما كتوصلش لهذاك الأهداف ديالها. الكرسيف وتوريس غادي تكون هذيك القاعدة الخلفية ديال مدينة الناظور، يعني لي زون لوجيستيك يكونوا في هذه المدن هذه باش نحافظوا على هذاك هذاك الطاقة ديالنا، يعني الفونسي اللي موجود في الناظور لأنه هو قليل جدا، ونحاولوا نستغلوا هذا الشيء ديال هاد جوج أقاليم هادو باش يكونوا هما القاعدة الخلفية، ويعني وعندهم جميع الامتيازات اللي الميزات اللي يقدروا يرجعوا هاد الأقاليم في واحد المستوى يقدروا يسيروا الركب الاقتصادي. مدينة بريوش والإقليم ديال بريوش يعني الاستفادة ديالو مباشرة، وغادي نركزوا لا سيما على العالم القروي، يعني الميزانية ولا سيما في هاد الشيء ديال الافديال، يعني لو فون ديفلوبمون رورال غتاخذ واحد النس واحد القسط كبير من البنية ديال هاد المنطقة، لأن هي منطقة جبلية واعرة. بالنسبة لبوعرفة في ديك وجرار، هادو غادي نحاولوا إن شاء الله نسطروا واحد الاستراتيجية، وهي تشجيع الاستثمارات في القطاع ديال المناجم، هذه المناطق هذه هي غنية جدا، وكان القانون كيصعب شوية الاستثمارات، لأن الحمد لله القانون السابق خرج في
بريفا اوفيسيال اليوم كاين غير الرسوم القوانين اللي كانت كتكست كيتجهز باش ان شاء الله نفتحوا الباب وغادي يكون لقاء مع المستثمرين في هذا القطاع هذا باش نعرفوا عن المنطقه ديالنا على الجهه ديالنا لانها هي غاليه وغادي نركزوا على الواحد يعني كاين جوج سلوك ديالها انتهى واحد تنسالى واحد تقريبا هو صغار واليوم في الاجتماع ديالنا مع الناس القطاع ديالنا باش يكون واحد السد كبير اللي يقدر يغطي واحد المساحه كبيره في السقي ديال الواحد يعني غادي يكون عندنا هذو هما جوج كوريج اللي غادي يكونوا يقدروا هذه المنطقه الزوايه للتشجيع ديال الغص ديال الواحد يعني يوسعوا الاراضي المزروعه زائد نشجعوا الاستثمارات في المجال المجاني ونفكروا الان اليوم في مشروع كبير وهو الرمز الخط السكك الحديدي ما بين وجده والرشيديه لان هذا غادي يشجع باش يقروا المستثمرين لان المناجم كما كتعرفوا كتركز على الحاجه الاولى هو النقل اذا ما كانش متوفر النقل ما يمكنش غادي يشجع باش يجي يستثمر ونحيو هذاك الخط السكاكي اللي اليوم هو موجود ولكن من العادي ما كيشتغلش بالنسبه نتمنى ما تسيتش شي اخرين يعني هادو هما الاقاليم ديالنا ديال الاستراتيجيه ديالنا في الجهه وان شاء الله نتمناو يعني في نفس الوقت نتوفقوا ما هو يعني باش هذاك الوطار اللي كتعيشوا الاقاليم وفي نفس الوقت ما نبقاوش واقفين باش نقدروا ندفعوا الجهه الشرقيه ديالنا للامام باش تقدر تنافس الجهات اللي يمكن السباق وتنافس اللي صراحه مشتت والوقت ما كيسمحش وهذا هو اللي ما خلاش باش نتواصلوا معاكم تعرفونا شويه لان احنا مشغولين في وضع هذه الاستراتيجيه ونوعدكم باللي اي جديد احنا غادي نجتمعوا معكم يعني بالطريقه اللي بغيتوا واللي تشوفوها هي كتساعدكم وتساعدنا على الاشتغال ما عليكم غير خذ الاقتراحات ربما نستخدم غادي نفتحوا بوابه الكترونيه ديال الجهه وهي تكون المصدر ديال التواصل بين الاخوان كاين عده تساؤلات ديال الاخوان ربما غادي نخلي بعض الاخوان النواب تاهم يجاوبوا على بعض التساؤلات ديال الاخوان هي مطروحه هنا غادي نخليهم كلمه تكون واحد ياخذ